اي سي سي بالعربي. اهلا وسهلا، معاك واحد زياد اي سي سي ترين. تمرين الاسكوات هو تمرين العضلة الرباعية، مهم جدا لبناء عضلة فخذ قوية. انا من وجهة نظر المتواضعة ان تمرين الاسكوات اساس تمرين عضلات الفخذ الرباعية، دون احترامي لكل التمارين التانية. تمرين الاسكوات زي ما هو واضح على الشاشة بتشارك فيه مجموعة من العضلات، في منها اللي بيقوم بدور البرايم موفر، وفي منها بيقوم بدور السينرجيست. الكوادرسيبس والجلوتس باللون الاحمر دول هم دول العضلات المستهدفة. اهم حاجة في التمرين ده واحنا بنعمله وضع رجلينا يكون بالشكل ده، محدش يحاول يعمل رجله بوضع 11، ده الشكل الطبيعي لوضع الرجلين عشان نتجنب اي اصابة ممكن تحصل لنا. وبرضو ما نخليش ركبتنا تعدي الخط اللي هو قدام اول صباع رجلنا الكبير ده، ولما اجي طالع بالوزن اطلع بشكل مستقيم زي ما هو باين في الفقرة اي. من ضمن الاجراءات السلامة لو بلعب البار اللي هو الفرونت ما نزلش كوعي لتحت، لازم كوعي يكون مفروض لفوق بالشكل دوت عشان ما يأثرش على الكتف ولا على الكوع. طبعا زي ما واضح على الشاشة الاجونيست والسينرجيست عشان الناس كلها اللي كانت بتسأل، واستكمالا لحلقات البايوميكانيكس اللي احنا كنا اتكلمنا فيها. لو عايزين تشوفوا فيديوهات اكتر بخصوص تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير، واستنونا في حلقات تانية اجمل واحلى على قناتكم كمال اجسام بدون منشطات. احمد مجاهد اي سي.